الموضوع قلنا لازم يبقى فيه نوتة صغيرة في البيت عندك تسجل البقرة دي انت اشتريتها بكام واشتريتها منين وتاريخ ما اشتريتها، وان كنت جايبها العجلة دي عشار وعشار كام شهر ولا. طب واحد يقول لي احنا ليه بنكتب كل بيانات، بقول اذا كنت انت فعلا جدي في انك تعمل مشروع ناجح لابد تكتب كل التفاصيل فيه. واحد لو انا عرفت ان دي عشار 4 شهور يبقى متأكد ان انا دي على بعد 5 شهور هيحصل لها ولادة، يبقى لازم قبل الولادة اعمل لها دفع غذائي ب 15 يوم، ابدأ ازود سنة العلف عما انا كنت بدي خلال فترة الحمل. كمان اما اتوقع انها تولد ابقى انا عيني عليها والارض تحت منها جافة وفرش ارضية وفرش قش ومستني الولادة وحريص وحذر ان تتم الولادة واكون موجود واستنى، اذا ما تدخلش في عملية الولادة الا اذا هي فعلا حسيت ان انا محتاج اساعدها او اتصل بالطبيب البيطري يقوم بعملية التوليد. النهاردة لا العجل بقى ثمنها رخيص ولا العجل المولود ايضا ثمنه رخيص، يعني العجل المولود يوم تولد بتساوي 2000 جنيه والعجل نفسها ساعات تصل ل 24000 و 25000 جنيه. اذا انا مش عيب ان انا لو انا عرفت ميعادها ابقى مترقبه ومستنيه والعجل ينزل في مكان نظيف واول ما ينزل يبدا يرضع على السرسوب واكتب تاريخ الولاده عشان ابقى عارف امتى هعمل فحص التناسلي بعد 15 يوم اتاكد ان الرحم نظيف وكمان اطمن الرحم بعد عمليه الولاده تم بقى كويس. دي كلها حاجات لازم نكتبها. وبعدين بعد ما كده اتفضل حاج احمد من المنصوره. يا دكتور اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كنا عاوزين يا دكتور لو سمحت نستفسر عن الرومي، عن تربيه الدجاج الرومي. تربيه ايه؟ الدجاج الرومي. الدجاج الرومي. ايوه. اتفضل. ماشي يا فندم. برضو عايز اقول لاخواننا المزارعين احنا كل الكلام ده هنعمل له حلقات منفصله، الروم والحمام والارانب وكل حاجه، بس حاولوا اخواننا يركزوا في موضوع الالبان معانا اللي عنده مشكله في ابقار اللبن النهارده يا ريت يسرع بيها. وبرضو انا هرجع بعد كده نكمل بس الحته دي وهنرجع بالاسئله بسرعه. فنقول اذا لابد ان سجلت بعد 15 يوم الولاده اطمن تاني مره اخرى اعمل فحص تناسلي لقيت الرحم سليم كويس، مش سليم يبقى بيعمل عمليه التنظيف وعمليه التطهير وبيحط مضاد حي اقراص الطبيب البيطري وبالتالي يبقى احنا جهزنا الرحم لعمليه الترقيحه اللي جايه. الحاج سيد من سوهاج. اهلا يا حاج سيد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. أنا دكتور كنت عايز أعرف من حضرتك يا دكتور الأبقار المستوردة تنفع في سوهاج على أساس درجة الحرارة هناك عالية، يعني ممكن توصل في الصيف لأكثر من 45 ولا ما تنفعش؟ تمام. شكرا. شكرا يا حاج السيد، ده سؤال كويس قوي يا حاج السيد وده في صميم موضوعنا. الحقيقة الأبقار أنا شفتها في الدول العربية وأبقار هولشتاين مستوردة من أمريكا مستوردة من هولندا مستوردة من ألمانيا وعايشة هناك، لكن احنا بنعمل شوية حاجات اذا انا بربي البقرة دي واجيبها واحطها برقم غالي مش دي البقرة اللي وديها الغيط وترعى والبقرة تبقى في الطل، ما ينفعش في الصيف ما ينفعش. انا بحطها في اوضة عندي والاوضة دي ممكن قوي اعمل في عبارة انتوا عارفين الخراطيم المية اللي بتدي النبل دي، في بعد الخرطوم ده في نبل، النبل ده بنشيله ونيك نحط حاجة اسمها فوج، الفج ده بيدي رصاص ميه، اقدر ان انا اعمل الفج دوت، واذا كانت الحيطه مش مسقفه احط فوق منها 10 بلات 5 بلات قش عشان ارطب الجو واعمل تهويه بعيد عن جسم الحيوان، يعني انا اقدر اربي البقر في درجه حراره عاليه بشرط ان انا ما يقلش ما تزيدش درجه حراره اقصى قدر عن 30 ويفضل توصل ل 25، وانا شفت مزارع كتير قوي في الصحراوي قدرت تتحكم، المهم ان انت حاول تتحكم في درجه الحراره، انما ان هو ينفع نفع، لان انا بقول لحضراتكم مزارع كبيره جدا جدا في الصحراء وبال 20,000 و50,000 راس ونجحت نجاح باهر بشويه تقنيات بسيطه. انت حضراتكم شوفوا الفج اللي بعض الكازونات بتركبه اللي بيعمل ضباب ميه ما بينزلش ميه، يعمل ضباب والضباب ده يقدر يهدي يرطف الجو، درجه حراره الغرفه ما تبقاش زحمه، مش حاطط مثلا غرفه تاخد 3 روس احط 5 روس، يعني العدد يبقى مناسب، الارض ناشفه عشان الرطوبه بترفع الاحساس بالحراره قوي فيبقى الارض جافه، المكان مهوي تهويه جيده، الاظلال مناسب، وبعدين في نظام الفوق اللي قلنا عليه اللي هو يعمل عمليه ترطيب للجو.
وبعدين ما جيتش الحيوان ساعات الحر اللي هي الشديدة الفترة من الساعة 12 لحد الساعة 5 في الصيف ما جهدوش، وافضل اعمل حرغات. يعني خلي كل عمليات المزرعية سواء تغذية ويا ريت السقي كمان يبقى حر، يعني ما فيش داعي ان انا اخد البهيم والبقرة واخرجها واسقيها، لا خلي السقي بتاعها الحوض او حتة بانيو صغير بحيث انها تشرب وقت ما عايزة، والمية كمان تكون باردة لان ده كله، وكمان اهتم بالعلف الاخضر في الفترة اللي فيها حر بحيث ان انا كل بعمل كل ما من شأنه، انا اللي بكيف الحيوان وانا اللي بكيف له المكان. فاذا انا ما جبتوش عليه اخضر وما اديتوش وديته ميه سخنه مش هيشرب منها، وقابلته الميه السخنه هتبقى ضعيفه، وفي نفس الوقت الاوضه مكتومه وما فيهاش تهويه وما فيش اي رذاذ، والاوضه مبلوله وفيها روس، وهو كل ده يؤدي لاحساس بالحراره عالي فبالتالي انتاج اقل. فالافضل انك ما تروحش تجيب بقره اجنبيه وتجيب بقره خليط او بقره بلديه محليه. انما اذا كنت بتعمل مشروع وعايز بقره تجيب لك 30 لازم يبقى عندك صراع، زي ما قلنا لو كان السقف مفتوح حط فوق منه بلات قش رصها، وبالتالي هتخفف من اثر الحراره على المكان. في الفترة اللي هي من المغرب تقدر تخرجها بره، لو بتحب تخرجها اخرجها حوالين البيت بتاعك، وفي نفس الوقت تبقى حريص جدا ان هي معظم الاعمال اللي بتعملها سواء الحلب او كده يتم في فترات بعيدة عن فترة الحرارة الشديدة. نرجع بقى قلنا البقرة اللي احنا عملنا لها عملية تحصين عملية فحص تناسلي في اليوم 45 اطمننا خلاص، اول فترة شياع وتظهر علامات الشياع على البقرة ورقبها، وفي الجاموسة محتاج أرقبها بشكل جيد لأن الجاموس عنده زي ما حضراتكم عارفين الشياع الصامت، فما حدش بياخد باله وممكن الجاموسة تفوت مرة واثنين وثلاثة والآخر ده غلط. وزي ما قلنا الدور اللي فات أنت مربي ناجح إذا كان عندك الضرع فيه لبن والرحم فيه مولود أو فيه جنين، الرحم فيه جنين وعندك الضرع دي أنت قمة النجاح. وبعد كده في 60 يوم نبدأ نعمل عملية تلقيح، والفترة التلقيح والتلقيح الثاني 21 يوم، وعشان كده كل ده نسجله ونبقى عرفنا امتى لقحنا، ولو وما حصلش ان البقرة شاعت تاني يبقى هي الحمد لله عشان نجسها بعد شهرين.